نحن إذا وجدنا دورية إسرائيلية أو كوماندوس إسرائيلي أو تسلل إسرائيلي دخل الأراضي اللبنانية، نحن واجبنا أن نطلق النار عليه، أن نفجر، أن نضع قنبلة تحت السيارة، أن نعمل ما يمكننا لكي لا تعتبر إسرائيل أن الدخول في لبنان شمت هواء مثل ما كان، وحتى الآن ترى ذلك. نحن مسؤوليتنا رفض الاعتداء على أراضينا بأي ثمن كان.